طبعا كذا حاجه. اول حاجه موضوع الدرجات، اللي حد عايز عنده عايز يبص على الورقه مفيش مشاكل، انا موجود النهارده، كنت موجود من 7:30. اللي عايز يجي بعد المحاضره دي هبقى موجود، طبعا انا عندي المحاضره الثالثه اللي هي المجموعه الثانيه، وبعد الثالثه هبقى موجود في اي وقت من الاوقات دي، تمام؟ يعني يا بعد دي يا بعد الثالثه ان شاء الله. الحاجه الثانيه، اعمال السنه متقسمه ازاي؟ هو انا كلمت مع، يعني كنت بعت الدكتور، كلمت مع احمد باشمهندس احمد حسن وبعت الدكتور، بس انا منتظر بس ان هو طبعا رئيس الماده اللي هو دكتور محمد يوافق، بس يعني مين اللي يعني، لان هو لسه ما ردش عليا، فانا متوقع يعني ان هو ما عندوش مشكله، يعني ان هو هيبقى 10 لاب، خلاص 10 اساينمنتس، وانتوا لسه فاضل لكم 2 اساينمنتس كمان، 10 من الترم اللي هو راح، و13 من الترم تاني هيبقى يوم 2/6، خلاص من الترم تاني هيبقى في 2/6، تمام، وهيبقى عليه 13 درجه، يبقى كده توتال في 3 درجات بونص، خلاص. من الترم التاني هيبقى مين اللي هيبقى من الاول لحد الفورير ترانسفورم، اللي هو ان شاء الله هتبقى لو خلصنا النهارده هتبقى المحاضره دي، يعني ايه تاني، خلاص. فانا بس بقول لكم كده عشان تبداوا بس تستعدوا وتذاكروا، وزي ما انا قلت قبل كده، اللي عنده اي اسئله، اللي عنده اي حاجه يجي يسالني، انا بقابل الناس على زوم، بقابلها ان بيرسون، مفيش اي مشكله، غير طبعا ان انت برضو عندكم باشمهندس احمد حسن، لو عندكم اي اسئله برضو عايزين تسالوه، خلاص. تتكلموا ليه؟ تتكلموا ليه؟ في حاجه حد عايز، في اي اعتراض على الموضوع ده؟ ده انا عامله كده عشانكم، عشان في الاخر يعني كده كده انت هتذاكروا، بدل ما يبقى في مشروع تاني وانتوا عندكم 3 في الامبيدد ومش عارف ايه ومشاريع تانيه، خلاص. يبقى فهمنا كده، يبقى ان شاء الله على 2/6 هيبقى في ايه، حاجه شبه من الترم تاني يعني، وهيبقى عليه 13 درجه، يعني في 3 درجات بونص، فاللي وقع في المترم الاولاني يعرف يعوض ايه في المترم التاني، ماشي. الحاجه الثالثه والاخيره، الناس اصحاب الاعذار، اصحاب الاعذار يجوا لي ويعرفوني ويوروني الاعذار، عشان ان شاء الله يبقى هعمل لهم الامتحان في نفس اليوم بتاع اللي هو المترم الثاني ده، يعني هيبقى هم عندهم مترمين الاولاني والثاني، ف بس هم بس يكلموني ويوروني الاعذار بتاعتهم، ماشي. طيب فتعالوا نبدا نبص كده مع بعض. احنا كنا اخر حاجه اشتغلنا عليها المره اللي فاتت، ان احنا كنا اتكلمنا على موضوع في الثلاث محاضرات، الاربع محاضرات كمان، ولا الثلاث محاضرات اللي فاتوا، كان موضوع ديسكريت فورير سيريز، مظبوط. وكنا قلنا ديسكريت فورير سيريز دي بنستخدمها لاي نوع من انواع السيجنالز في التايم دومين، بيريوديك، صح، عشان كده بقت سيريز. يبقى البيريوديسيتي دي هي اللي خلت لي ان الفريكوينسي دومين يبقى ديسكريت. وكان الايكويشنز كانوا هما الاثنين دول، اللي هي احنا قلنا ساعتها ان احنا بنستخدمهم، دي الايجن فانكشن بتاعتنا، وكان بيبقى الترانسفورميشن كده بالماينس والانفرس ترانسفورميشن من غير الماينس، مظبوط. وقلنا الواحد على ان، وهنا مفيش حاجه، ده الايه؟ النورماليزيشن، مظبوط. طيب وبعد كده اتكلمنا على البروبرتيز، بعد كده كنا قلنا حاجه، موضوع الاف اف تي الجوريزم ده هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله. بعد كده بدأنا في البروبرتيز بتاعة الديسكريت فورير سيريز، وكنا اثبتناهم، فتعالوا كده نفتكرهم مع بعض. أول حاجة اللينياريتي، اللينياريتي كان إيه اللي بيحصل؟ معناها إيه اللينياريتي؟ إن أنا لما بجمع أي ويتد سمشن في التايم دومين بيبقى بيكافئه في الفريكونسي دومين؟ برضه ويتد سمشن من الفورير سيريز بتاعة كل واحدة فيهم. يبقى ده الإيه؟ ده اللينياريتي. AX زائد BX يطلع لي إيه في الفريكونسي؟ برضه AX زائد BX. طيب والبريودستي معناها ايه؟ ان الفريكونسي دومين برضه ماله؟ بريودك. طب والبريود اللي في الفريكونسي دومين بتبقى بكام؟ ايه؟ بنفس الان، برافو عليكم. طيب ولو عايز اعملها بقى ديسكريت فريكونسي، عايز احولها اللي هي بالفاندمنتال فريكونسي، من زيرو لكام؟ لان باي، لا يعني انا كنت بقول ان انا ممكن ابص للاكسيز ككي، او ممكن ابص له ككي في الاوميجا نود اللي هو 2 باي على ان. فانا عندي لو كانت الكي من 0 لحد ان ماينس 1
يبقى معنى كده هنا اهو هتبقى ل 2 باي ماينس 2 باي على ان، اللي هو يعني لو ان كبيره ده يبقى رقم صغير يعني، فاللي هو بنقول دايما ان الفريكوانسي في الديسكريت بتبقى من 0 ل 2 باي. طيب التايم ريفرسال، معنى تايم ريفرسال في تايم دومين بيكافئوا برضه فريكوانسي ريفرسال. طيب والكومبلكس كونجيجيت الاثنين كومبلكس كونجيجيت وفريكوانسي ريفرسال. التايم شيفت في الكومبلكس ساينسود، وكنا قلنا الكومبلكس ساينسود بتبقى بالفاندمنتال فريكوانسي والشيفت اللي موجود في التايم دومين. واخر حاجه الفريكوانسي شيفت، مش اخر حاجه ليه لسه الفريكوانسي شيفت، الفريكوانسي شيفت بس قلنا بشرط صح، قلنا لازم الفريكوانسي دي تبقى مالتيبل من الفاندمنتال فريكوانسي صح، ما تنفعش تبقى اي فريكوانسي عشان اذروايز مش هتبقى بيريودك اصلا، او ممكن تبقى بيريودك بس البيريودز مختلفه يعني، فهتبقى اكس هات تبقى بتكافئ ان هي شيفت في الفريكوانسي. طيب بعد كده اتكلمنا على الدواليتي، وقلنا ان هو الدواليتي دي جايه عشان ماثيماتيكالي كانت التو ايكويشنز شبه بعض، كان كل الفرق بيبقى فيه واحد على ان وواحده ما فيهاش واحد على ان، وكان بيبقى فيه ايه كمان اللي هو بس الاي اس جي وواحده فيها اي اس ماينس جي تمام، فده كان بيكافئ ايه ان انت يبقى عندك لو انت خدت السيجنال اللي عندك اللي هي كانت في الفريكوانسي الهات دي مقصود بيها ان الاكس دي مالها في الفريكوانسي دومين خلاص، الاندكس مش مهم، ان كي مش فارقه معايا، وعملت لها فورير سيريز فهي اصلا في الفريكوانسي بتعمل لها فورير سيريز يعني ملهاش معنى، لكن لو عملت حاجه زي كده بتلاقيها بتطلع لك ايه مضروبه في ان وفيها فريكوانسي ريفرس. وشفنا الموضوع ده مفيد في ايه، ان هو بيساعدني ان انا بيبقى في بعض البروبرتيز بتبقى صعبه ان انا اثبتها، بلاقي ان هي بتبقى اسهل بروبرتيز او سيجنالز، ببقى عارف مثلا يعني اللي هي السيجنال دي اللي هي اللي احنا اللي كانت في الامتحان 0 ان ماينس ان على 2 ماينس 1 لحد ان على 2 وصفر، اللي هي ايه سكوير ويف لحد النص ويندو فانكشن تمام، فاحنا عارفين ان دي كانت ايه في الفريكوانسي دومين سينك اللي هي ساين حاجه على ساين حاجه مش كده، ان السينك اسمها دريتشلت يعني خلاص، فساعتها مثلا ممكن يجي لك اجيب لك دي بس في التايم دومين واقول لك طلع لي في الفريكوانس دومين، فساعتها هتلاقي ان دي عشان تقعد تعملها بايديك وتعمل السمشن هتلاقيها رزله يعني، ممكن تعملها بس هتلاقيها رزله، لكن هتلاقي انه اسهل بكتير ان انت تستخدم البروبرتي بتاعت الدواليتي، ان انت عارف ان دي بتجيب دي يبقى معنى كده ان انا ممكن استخدم دي واعرف اجيب دي لان التو ايكويشنز شبه بعض. السيركولار كونفوليوشن، اتكلمنا على السيركولار كونفوليوشن المره اللي فاتت صح، وقلنا ان موضوع الكونفوليوشن انا كان بيبقى عندي لينير كونفوليوشن، بس اللينير كونفوليوشن ده لما بعمله مع بريودك سيجنال ممكن اعمل له ابص له كاني بعمل سيركولار كونفوليوشن على 1 بيريود، لان هي بتتكرر يعني هي لينير كونفوليوشن عادي بس لبريودك سيجنال فهي بتتكرر، وبالتالي انا لما اجي اخد السيجنال الثانيه اللي موجوده هنا واشفتها فتبقى هنا، فممكن بدل ما اشفتها كده اركز بس على 1 بيريود واخد الحته دي اللي هي راحت للبيريود الثانيه واقوم عامل فيها ايه؟ موديها الناحيه الثانيه، ليه؟ لان الحته دي شبه الحته دي بسبب البريودستي. مظبوط؟ اتكلمنا على سيركل كونفوليوشن ولقيناها ان هو فريكونس دومين بيكافئ ايه؟ مالتبليكيشن، وده كان اصل الحكايه كلها ان انا كنت في الاخر عايز اهرب من موضوع الكونفوليوشن واخليه ايه مالتبليكيشن عشان لما اجي اعمل موضوع الديزاين والاناليسيز الكلام اللي احنا كنا اتكلمنا فيه كموتيفيشن من الاول خالص. واخر حاجه خدناها المره اللي فاتت موضوع المالتبليكيشن، ان احنا قلنا برضو بنفس الفكره كنا دي اللي اثبتناها مثلا بالدواليتي، انه اللي لما بتيجي تعمل مالتبليكيشن في التايم دومين بتكافئ سيركولار كونفوليوشن في الفريكوانس دومين، فنقدر نشوف هنا البروبرتي بتاعت الدواليتي واضحه قوي هنا، انه تلاقي ايه بتلاقي تقريبا نفس الاكسبريشنز بس ايه بيبقى فيه فاكتور ان وممكن يبقى فيه فريكوانسي ريفرسال او تايم ريفرسال بس، وبقى دي اللي احنا هناخدها ايه هناخدها النهارده. فهو النهارده ان شاء الله المفروض ان احنا هناخد كنا نبدا في ديسكريت فورير ترانسفورم، بس قبليها بس فاضل حته صغيره في الفورير سيريز هناخدها اللي هي اخر بروبرتي اللي هي البرسيفال بروبرتي،
وهناخد ال FFT algorithm. اتفضل. لا سيركل كونفوليوشن. اشمعنى ايه؟ في الكونتينوس ايه؟ كونتينوس بريودك؟ ما هي هي الفكره كلها بتعتمد في الاخر على الفريكونسي شكله عامل ازاي؟ فهو الكونتينوس السيجنال لما بتبقى في التايم دومين كونتينوس بتبقى في الفريكونسي دومين مش بريودك. صح؟ لكن هي عشان هي ديسكريت في التايم فهي بريودك في الفريكونسي. فعشان كده هتلاقي انه بيبقى بتيجي ساعتها سيركل كونفوليوشن. وده معناه برضو انه حتى لو انت ما عملتهاش سيركل كونفوليوشن عملتها لينير كونفوليوشن هتلاقيها بقى السيركل كونفوليوشن بيكافئ لينير كونفوليوشن لو السيجنال بريودك. طيب فدلوقتي عايزين نتكلم على ايه؟ على البروبرتي بتاعه البارسيفال. ايه بقى بروبرتي بتاع البارسيفال دي؟ البروبرتي دي مهمه جدا وخدتوا حاجه شبهها في الالكترونكس. فاكرين في الالكترونكس اول ما دكتور احمد دخل لما كان بيتكلم على موضوع ال النويز او مش الحاجات اللي هي في النويز مثلا كان بيقول لك انت ممكن تجيب لها تحسب الباور في التايم دومين وكان بيقول برضه انت ممكن تحسب الباور هي تطلع في الفريكونس دومين صح؟ فهي ايه؟ هي جايه من ايه؟ من الريليشن دي وخدتوها اصلا في الكونتينوس بس هنعيدها تاني هنا في الايه؟ في الديسكريت. فايه هي الفكره بتاعتها؟ دي طبعا جنرال ريليشن هنعرف نعملها كاستمايزيشن للانرجي بس تعالى نبص عليها الاول. بيقول لك ايه؟ خلي بالنا دلوقتي بيقول لك انه لو انت خدت اكس واحد عندك اثنين تايم سيجنال ضربتهم اللي هو ضرب اللي هو بالكونجكت ده اكس واحد ان مضروب في اكس اثنين كونجكت خلاص؟ وعملت سميشن على الان يبقى ده كله كده ماله؟ ده سيجنال ولا رقم ولا ايه؟ الليفت هاند سايد ده سيجنال ولا رقم ولا ايه؟ رقم صح؟ ده ما بقاش سيجنال. فخلي بالنا دي مختلفة شوية عن البروبرتيز اللي فاتت، البروبرتيز اللي فاتت كنا بنتكلم على سيجنالز في التايم ونشوف سيجنال فريكونسي حاجة اكروس تايم أو اكروس فريكونسي تمام؟ لكن هنا أنا بقول ريليشن العلاقة دي اللي هي رقم بنلاقيها هي بتساويها بس لو حسبتها من حيث الفريكونسي أن أنا دي الرقم ده بيساوي الرقم ده اللي هو إيه؟ لو خدت الاثنين تايم دومين ضربتهم في بعض بالكونجكت وعملت سميشن بتكافئ أن أنت تاخد الفريكونسي دومين وتعمل له كونجكت برضه وتعمل لهم سميشن والواحد على ان ده اللي هو جاي بسبب ايه؟ موضوع النورماليزيشن والكلام ده. تمام؟ طيب ايه فايده حاجه زي كده؟ الفايده الكبرى بتاعت حاجه زي كده ان هو لو جينا قلنا خلي الاكس واحد بتساوي الاكس اتنين فلو الاكس واحد اوف ان بتساوي الاكس اتنين اوف ان ساعتها القانون هيبقى بيساوي ايه؟ اللي هو بارسيفال هيبقى سميشن على ال n من 0 لحد n ماينس 1 ل x 1 اوف n سكوير ده اللي هو مين ده؟ ده الانرجي صح؟ برافو عليك ده الانرجي هيساوي ايه؟ هو لو خدته حسبته من حيث الفريكونسي وفي هنا واحد على n بسبب النورماليزيشن يبقى معنى كده ان انا بعرف لو انا ممكن احسب الانرجي من التايم دومين او من الفريكوانسي دومين. طبعا ده الانرجي لو انا كنت عايز احسب الباور كنت اعمل ايه؟ اقسم واحد على ان فقسمت هنا واحد على ان ودي ساعتها تبقى ان سكوير ساعتها البتاعه دي كلها تبقى الباور فبرضو ايه هي يعني مش فارقه حاجه ممكن تحسب باور من التايم دومين او من الفريكوانسي. فهي دي ايه ده يمكن الاستخدام الاعظم بتاع الايه بارسيفال ان انا بعرف ساعتها ممكن استخدم بارسيفال ده عشان اعرف اشوف حاجه من حيث التايم دومين او احسبها يعني من حيث التايم دومين او من حيث الفريكونس دومين مش محتاجه ان انا مثلا لو عندي الفريكونس دومين بتاعها ارجع للتايم دومين عشان احسب الانرجي. لا ما هي واحد على ان دي حاصله بسبب التاني النورماليزيشن اللي انا بقوله يعني هي بارسيفال اصلا لما كانت اتعملت كانت معموله عشان اللي هي ايه؟ اللي هي الجمله اللي انت بتقوليها ودي اللي انت هتسمعيها كتير اللي هو بتعرف تحسبها من التايم دومين هي فريكونسي دومين بس دي كانت معموله لما كانت اللي هي الاف اف تي الاكسبريشن بتاعها اللي هو الحلو اللي انا بحبه ده اللي هو نورماليزد اللي هو كان بيبقى اكس كي بيساوي واحد على جذر ان في سميشن والاكس ان كانت بتساوي برضو واحد على جذر ان في السميشن. لما كانت كده كانت بارسيفال بتقول لك ساعتها ان الانرجي
في التايم بتساوي الانرجي في الفريكوينسي بالظبط. بس بقى المشكله ان انا لما جيت بقى خليت الموضوع مش بالانس ودي بقت من غير الجذر على ان ودي بقت ان، فساعتها تلاقي ايه؟ تلاقي بس الموضوع ده. لكن هو الكونسبت واللي انت بتسمعيه كتير ان انا ممكن احسب التايم دومين والفريكوينسي دومين، هي صح الجمله دي ان انا تايم دومين انرجي هي بتكافئ الفريكوينسي دومين انرجي، بس كل الحكايه اللي بيبقوا في العادي بيتكلموا عنها في النورمالايزد اف اف تي اللي هو الفورير سيريز، او يعني بيقولوا يعني وذن سكيل، والسكيل ده ثابت يعني ده اللي هو الان بي. خلاص واضح؟ طيب هو طبعا بارسيفال برضو يعني سهل الاثبات بتاعه سهل، ممكن تبقوا تبصوا عليه فيما بعد يعني، وهو نفس كل الحكايه يعني انا باخد الاكس اوف ان، الفكره بتاعت الاثبات كلها ان انا هاخد، انا بدات اهو بالطرف الشمال وبعد كده بدات اكتب ايه، انا عايز اكتبها بدلاله الفريكوينسي دومين، فاخدت الاكس ان الاكس واحد اوف ان وكتبتها بدلاله الفريكوينسي دومين، مش هو ده الاكس اوف ان في الفريكوينسي دومين، ودي خدتها بالايه؟ بالفريكوينسي دومين بس. وبعد كده بقى قعدت اضربهم في بعض وبيظهر لي بقى الترم بتاع الاي اس جي اللي بيقلب دلتا في الاخر، ويعني الموضوع بيبقى سهل. فطبعا زي ما قلنا ان هو اهم حاجه في موضوع بارسيفال ده موضوع الايه؟ الفكره بتاعت ان الانرجي ممكن تتحسب في التايم اوف فريكوينسي. اتفضل. عملوا على ايه؟ عامل الكونجكت على ده بس. لان هو على الاكس 2 يعني دي اكس 2 كونجكت على الاكس 2 كلها، والاكس 2 دي لما ببقى بكتبها هي البتاعه دي كلها. فاهم ولا مش فاهم؟ لا فهمت ولا لا؟ بس فهي دي عشان كده يعني. حد عنده سؤال تاني؟ طيب نيجي بقى ايه لعشق الابدي وحبيبة قلبي، هتلاقي عينيا بتلمع انا عارف، ده الماجستير بتاعي والدكتوراه وكل حاجة، الاف اف تي. هو ما ادراك ما الاف اف تي؟ ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ولم يحيينا قتلانا. طيب الاف اف تي ده واحد من اهم الالجوريزمز اللي اتعملت في التاريخ، وحاجات زي الفور جي ما كانش تنفع تتعمل غير لما بلوك زي الاف اف تي اتعمل. يعني الفكره بتاعت الفور جي، الفور جي اللي هو الفور جي اللي هو في الموبايلات بيستخدم نوع من انواع طريقه الترانسميشن، يعني وهتدرسوها ان شاء الله مع دكتور خيري في سنه رابعه، حاجه اسمها او اف دي ام. خلاص الاو اف دي ام ده موجود تقريبا من سنه مش عارف 40 ولا 30، موجود في بيبر الفكره بتاعته من سنه 40 و30، لكن شوف الامبلمنتيشن ما اتعملش غير ايه؟ غير اللي هو في اخر 10 سنين ولا حاجه. ايه ده ليه؟ كل ده عشان البلوك بتاع الاف اف تي ما تمش استحداثه او ما اتعملش تقريبا غير في سنه تقريبا 50 60، وبعد كده بقى لما الدنيا بقى البروسيسورز بقت اسرع والحاجات دي فساعدت في العمليه. لان هي المشكله الكبيره في مش كبيره بس واحده من المشاكل بتاعت الاوف بتاعت الاف اف تي الفورير سيريز ان هي كانت لما نيجي نحسبها كنا بنلاقي ان هي الستريت فورورد عدد الكومبلكس مالتيبلكيشن كان بيبقى كام؟ ان سكوير صح؟ فهو ان سكوير مش وحش مقارنه بان كيوب، بس ستيل برضو لما بنتكلم على ارقام حلوه بنلاقيه ايه؟ عالي شويه. فلما بنيجي نبص مثلا على الكيرف بتاع الكومبلكسي، فانا هنجرب كده نعملها بارقام خلاص، فبنقول الان وده النمبر اوف كومبلكس مالتيبليكيشنز. فلما نيجي نبص على حاجه مثلا زي الاف اف تي، وكنا بنقول قبل الاف اف تي اللي هو بطبق المعادله بس كان بتبقى ان سكوير، فان سكوير يعني هتبقى حاجه زي كده خلاص، حاجه زي كده اللي هو مثلا بنقول عند 8 عند ان بيساوي 8 هتبقى بتساوي 16
بس عند ان اسف 64 وعند حاجه زي ودي حاجه اللي هي مثلا بضرب رقم اكزامبل عملي لحاجه موجوده في حقيقه اللي هو الواي فاي اخر حاجه 1024 اللي هو يعني بيساوي 2 اس 10 تلاقيها هنا قلبت بقت كام؟ بقت اللي هو تقريبا 2 اس 20 اللي هي تقريبا بتساوي 10 اس 6 يعني مليون. خلاص؟ في حين لما بستخدم القانون بتاع الاف اف تي فده الايه؟ ده اللي هو الام سكوير. لكن الحقيقه ان احنا بنلاقي ان القانون بتاع الاف اف تي اكشلي بيبروبوشنال يعني او هو بالظبط يعني كان بيساوي ان على 2 لوج 2 ان بالظبط يعني. فتعالوا نبص عليها كده، هنا لو عوضنا ب 8 دي هتبقى ب 3 ودي هتبقى ب 4، 3 في 4 بكام؟ ب 12. خلاص؟ وعند ال 1024 1024 يعني لوج 2 دي هتبقى ب 10 ودي 512 يعني تقريبا 5000. يبقى من مليون نزلت لكام؟ 5000، ده مالتيبل اوف كام؟ واخدين بالكم؟ كتير. فالاف اف تي فرق جامد جدا مع الالجوريزمز دي، واكشلي في الجوريزمز برضو في الاف اف تي مكان الاثنين دي بيعرفوا يخلوها اربعه كمان يعني. بس يعني بغض النظر يعني بيبقى فيه بس بيبقى فيه حاجات كونستانتس تانية، بيبقى فيه مش عارف هنا تلاتة تقريبا على أربعة حاجة زي كده يعني. بس يعني ان جنرال يعني المهم في الآخر إن إحنا بنقول إن هي بتبروبوشن لإن لوج إن، فدي إيه؟ مش لينير لكن برضو مش سكوير، وبنلاقي إن اللوج دي بتبقى بطيئة جدا يعني زي ما إحنا قلنا كده 1024 كانت ب 10، 2048 اللي هي الضعف ال 10 دي قلبت بس بقت 11، وبالتالي ايه هتلاقي ان الزيادات كلها بتبقى حاجات ايه؟ بتبقى حاجات قليله. فبتبقى يعني ايه بنقول اولموست لينير يعني. خلاص؟ بس طيب ازاي بقى انا اللي عايز افهمه ازاي حد عمل الجوريزم كده يعني؟ هو اللي باين قدامي ان انا بحاول اعمل حد شايف المساحه فين؟ ده انا اتعميت ولا ايه؟ كل ده من الاف اف تي. فاللي الواحد يبص عليه يلاقي انه المعادله انا مش فاهم بصراحه يعني ازاي يعني هيعملها، يعني هي اكس اوف كي بتساوي سميشن ان من 0 لان ماينس 1. ركزوا معايا بس عشان الموضوع ده ايه مهم ويعني ايه تريكي شويه في الفهم يعني. خلاص؟ فتعالوا نكتبه كايه؟ ماتريكس مالتيبليكيشن. فده ممكن اسمي مثلا اكس 0 اكس 1 لحد اكس اوف ان ماينس 1، وده نقوم نسميه مثلا ماتريكس فيكتور اسمه اكس، هيساوي بتاع كده هنسميها اف في مين بقى؟ هنحط هنا مين؟ توقعوا الاكس اوف ان صح؟ يبقى اكس اوف 0 اكس اوف 1 لحد اكس اوف ان ماينس 1 ونسمي دي ايه؟ اكس. خلاص؟ طيب هكتب ايه اول سطر تتوقعه هيبقى ايه؟ اول سطر كان هدفه يجيب ايه؟ اول سطر اللي هو ده في ده بيجيب عند كيب كام؟ بصفر. يبقى هنا هنحط ايه؟ الاي اس ماينس جيات بس عند كيب كام؟ بصفر. وكده واحنا ماشيين كده ماشيين على الاندكس بتاع الايه؟ بتاع التايم. ما ده دي كده الكي وده التايم. مظبوط؟ يبقى معنى كده ان انا لما اجي ابدا اكتب هنا هقول هنا اي تو ماينس جي 2 باي ان كي على ان. هنا الان هنا الكي بكام في السطر ده كله؟ صفر اللي هو اول واحده اللي هي هنا اهي. مظبوط؟ فهنا الكي كلها هتبقى بصفار. طب والانات؟ صفر وبعد كده 1 2 لحد ان ماينس 1. طبعا ففي اول سطر دي هتبقى كلها وحايد يعني.
تعالوا ناخد السطر اللي بعديه او كلها واحد عشان كيب صفر. ناخد السطر اللي بعديه، فالسطر اللي بعديه هيبقى ايه؟ قولوا لي كده. واحد صح؟ اللي هو عشان الان بكام؟ عشان الان بزيرو. طيب تاني واحده على ان بس مفيش اتنين عشان هنا الان بواحد. ماشي؟ فاي تو ماينس جي 2 باي على ان، وبعد كده اي تو ماينس جي 2 باي في 2 على ان اللي هي ان ب 2 وهكذا. وبعد كده هنا 1 اي تو ماينس جي 2 باي في كام؟ 2 على ان، ال 2 دي اللي هي ايه؟ الكي والان ب 1. برافو عليك. واضح؟ فهيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي ماتريكس كده كبيره كلها ايه؟ كومبلكس نمبر، كومبلكس ساينسودز. ومفروض اللي يشوفها كده لو احنا ايه طنشنا الوحايد اللي هنا، يعني هو واحد ممكن يقول لك الوحايد دي ممكن ما نعدهاش، بس انا بقول لك حايد حتى في المعادله دي هم معدينها يعني، فطنشها يعني، عدتها ما عدتهاش مش هي دي اللي هتجيب لك اللوج. خلاص؟ بس اللي هيشوفها كده يلاقي لا دي ماتريكس مالتبليكيشن، دي ان في ان ودي ان في واحد، يبقى ال عدد الكومبلكس مالتبليكيشن هيبقى ان سكوير. معرفش انت ازاي هتخليها ان لوجين، بس الفكره كلها اللي موجوده واللي احنا هنشوفها ازاي جت بتعتمد على ان الارقام اللي موجوده جوه هنا دي ارقام موجوده ايه؟ على اليونت سيركل. فلما نيجي مثلا لرقم زي ده اللي هو اي تو جي 2 باي ان على او خلينا في ده مثلا اي تو ماينس جي ان باي على ان، خلاص؟ هنلاقيه في مكان ما هنا بيتكرر برضو، بس بيتكرر ازاي؟ بيتكرر انه بيبقى مثلا 2 باي على ان مضروب في اي اس جي 2 باي ان على ان، ودي كده كده بايه؟ بواحد. فمعنى اخر ان الماتريكس دي ما بنلاقيهاش تماما كلها ايه؟ كلها ارقام مختلفه. امال كام رقم يونيك هنا بالظبط؟ تعرفوا تقولوا لي كام رقم يونيك؟ فكروا فيها كده. في كام رقم يونيك موجود في الماتريكس دي؟ لا 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 لا، اسقف لكم بقى، اسقف لكم، سقفوا نفسكم، سقفوا نفسكم. صح مش كده؟ ليه؟ لان هو اصلا اليونت سيركل اللي موجوده دي كلها اللي هو الاي تو ماينس جي 2 باي ان على ان اصلا ما فيهاش غير ايه؟ هم ايه؟ انا بمشي بستيب اللي هي الارقام اللي موجوده اللي هي ايه؟ الستيب دي اللي هي 2 باي على ان، وبقعد امشي بيها كده. فبتلاقي ان هو الارقام اللي موجوده على اليونت سيركل دي هم كلهم ان رقم، ومحطوط لهم ديستريبيوشن بطريقه معينه هنا اهو. واضح؟ يبقى موجود في الماتريكس دي بس ان رقم يونيك. فهنا بقى جت الايه؟ جت الفكره اللي انا ممكن اقول ايه؟ طب ما هو لو ان رقم يونيك، طب ما انا معنى كده ان انا لو اعرف الم الحاجات اللي هيتضربوا فيها واجمعهم مع بعض يبقى كده انا هحتاج مالتبليكيشن واحد. يعني ايه؟ A زائد اف اكس زائد A في واي دي كام مالتبليكيشن؟ اتنين، ستريت فورورد اتنين، صح؟ لكن طريقه اذكى ان انا اقول A اكس زائد واي فبقت واحد. فمعنى كده انه عدد المالتبليكيشن كانه بيساوي عدد الايه؟ الحاجات اللي انت هتضرب فيها. فهنا المفروض يعني طبعا ده ثيوريتيكال وده مش صحيح، بس يعني احنا بنقول يعني مش هتعرف تجيب احسن من كده، عمرك ما هتعرف تجيب احسن من كده، اللي هو هيبقوا كام؟ كم مالتبليكيشن؟ ان، صح؟ لان عمرك انت في ان رقم يونيك، فكده كده هتضطر تضرب في ان رقم. خلاص؟ يبقى انا كده عندي ان سكوير ده الستريت فورورد، وعندي كده لو انا عملتها بالايه؟ يعني بحاول افكر فيها كانها بشوف يعني ايه اخري هو ان. طبعا حد هيقول لك تعرف تعملها اقل من ان؟ ما فيش، ازاي؟ انت عندك ان رقم يونيك بتضرب فيهم، ازاي هتعملها باقل من ان؟ اتفضل. ما هو احنا ما حدش قال ان دي هتعرف تعملها بان، لانه ما حدش قال انه الايه هي مكتوبه كده، يعني هي ممكن تبقى مكتوبه ايه اكس زائد مثلا، ممكن اعمل حاجه زي كده. يعني ممكن يبقى في اقصد ايه؟ ممكن البتاعه دي تلاقي ان في الاخر ان انت بتضرب ايه؟ الاكس زائد بي بيتضربوا، بيبقى ما فيش جمع مباشره، بيبقى في ضرب تاني. فهو ما حدش قال ان احنا هنعرف نعملها كده.
احنا كل اللي بنقوله بس انه ده اخرك. لو حظك حلو فرضا هتعرف تعملها ان، مش هتعرف تعملها احسن من ان، بس ده اللي احنا بنقوله. فبقول لك الاف اف تي بقى عارف يجيب حاجه قريبه من الان اللي هي ان لوج ان، تمام؟ وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي اتعمل ازاي. ايه؟ لا بس لا، ما هي يعني مثلا ايه الرقم ده، خلاص انت مثلا بتلاقي ان الرقم ده مضروب هنا مثلا في اكس واحد، خلاص. طيب هيبقى موجود هنا في حته ثانيه مضروب في اكس ايه خمسة، ماشي. بس ما حدش قال لك ان الاوتبوت اللي في الاخر عباره عن اكس واحد زائد اكس خمسة مضروب في ده. يعني الاوتبوت الاخراني ما حدش قال ان هو اي تو جي 2 باي على ان في اكس 0 زائد اكس 5، صح؟ اصل انت كده هتحتاجي تضربي ايه؟ انت الطريقه اللي احنا عملنا فيها اللي احنا قلنا هيبقى محتاجين ان ملتبلكيشن، بس انا لو عرفت الم الارقام دي من غير اي ملتبلكيشن موجود هنا. فاهمه ولا لا؟ اللي انا بقوله ايه؟ بقول ان احنا لما احنا بنتكلم هنا على البيست كيس، خلاص؟ احنا ايه الطريقه اللي احنا قلناها، الاكزامبل اللي احنا ضربناه، قلنا ان هو ايه اكس زائد بي اكس زائد اي واي هيساوي ايه اي اكس، صح؟ طب افرضي كانت هي كده، ايه؟ لانه انا ما حدش قال ان انا بحاول اطلع دي. يعني انا مثلا هنا اول واحده اللي هي اكس 0 بتقول لي اكس، او خلينا مثلا في الثانيه دي عشان فيها ارقام نون تريفيال، بتقول لي ان الواحد هتضربه في دي، والاي تو ماينس جي 2 باي ان هتضربيها في دي. مفيش حاجه هنا اعرف اخدها كومن فاكتور. احنا بنقول لو عرفت ده احسن حاجه ممكنه ان هي تبقى مترتبه هنا بطريقه ما. يعني مثلا اكزامبل، انا مش عايز صوت، يعني هنا لو عايزة تجيبيها عايزة تعيدي ترتيب الماتريكس دي عشان تعرفي تجيب الـ N، كانت تبقى معمولة ازاي؟ بالظبط، وحايد، وهنا E to J 2 باي على N متكررة E to J، بس هي مش كده. فده اللي احنا بنقوله، ان انا بقوله بس ان انت لو مثلا لو كان حظك حلو والماتريكس دي مكتوبه باحلى شكل ممكن اللي هو الشكل ده، هتعرفي تعمليها بان ملتبليكيشن بس. تمام؟ تعالوا بقى نشوف الايه الالجوريزم ده اتعمل ازاي. طبعا الالجوريزم ده ليه كذا فاريشن، وبيعتمد مينلي على فكره الديفايد اند كونكر، ان انت تقسم الحاجه وتحاول تحلها واحده واحده وتشوف الدنيا هتحصل فيها ايه. اللي احنا النوع اللي احنا هنستخدمه بالظبط، هنستخدم اللي هو حاجه اسمها ديسيميشن ان تايم، ديسيميشن فريكوانسي، مش فارقه قوي معانا الاسامي دي، هي دي كلها انواع يعني، بس هم كلهم نفس الكونسبت يعني. فتعالوا ايه، تعالوا نعملها مع بعض. انا خلوني احسن اكتبها لانه انا بحس بصراحه دي ايه تبقى احسن واحنا بنكتبها. ان انت تفهم ازاي الجوريزم زي ده يشيل لك كومبيتيشن جامده كده، حاجه من الحاجات الكويسه جدا، لانه ساعتها بيديك انسايتس في المستقبل ان شاء الله لما تيجي مثلا بتعمل الجوريزم او بتستخدم الجوريزم بتحاول تعمل له امبلمنتيشن، ازاي ممكن تلعب في الماث عشان توصل لحاجه احسن في النمبر اوف ملتبليكيشن. طيب ركزوا معايا، فانا عندي واي او يعني اكس سوري هات اوف كي، بدات بالايكويشن بتاعتي ان من 0 ل ان ماينس 1 اكس اوف ان اي تو ماينس جي 2 باي ان كي على ان، وطبعا الاكس اوف ان اربيتري ما فيهاش لعب يعني. طيب فهو الفكره الاولانيه اللي هو فكر فيها، قال لك بص انا هعمل ايه؟ انا هاخد السمشن بتاعي ده هقسمه نصين. طب ليه عايز تقسمه نصين؟ تعالوا نشوف ليه عايز تقسمه نصين. هبدا هعمل الاول سمشن ان بيساوي صفر لحد ان على 2 ماينس 1، وطبعا نفس الاكسبريشن مفيش حاجه فرقت، و
سميشن تاني بس هنا بقى من ان على 2 لحد ان ماينس 1 في اكس وفي ان برضو نفس الايه الفكره. تمام. طيب تعالوا بس نشوف الموتيف ليه هو قال لك عايز يحاول يقسمها نصين. اصل هو بيفكر بيقول لك انا عايز لو انفع اخلي الاف اف تي الكبير ده يبقى 2 اف اف تي صغيرين بالنص. ده الموتيف مش الاف اف تي مش الفوري سيريز ايكويشن كان بتبقى من 0 لحد ان على 2 ماينس 1 فاهم. كتبنا السمشن اهو ده والسمشن ده عشان اخليه بدل كده اخليه شبه الاف اف تي شبه الفوري سيريز اعمل ايه؟ بدل ما يبقى ان على 2 لان ماينس 1 عايز اخليه بنفس الفكره. اه بالظبط اللي هو هشيل كل ان تلدا اللي هو عامل سبستيتو في فاريبل. فهو اللي بيحاول يعمله دلوقتي ان هو نفسه يكتب الاف اف تي الكبير اللي هو ان بوينت يكتبه كانه 2 صغيرين وبيشوف يمكن تنفع معايا. فاهمين اللوجيك؟ اللوجيك ورا الايه ورا الفكره يعني. بس فهو عشان يعمل كده دي ايه السمشن دلوقتي مكتوب بالطريقه دي. فاضل الحته دي لسه هنشوف هنحلها ازاي بس ايه ده ينزل زي ما هو. طيب والحته دي قلنا هنعمل فيها ايه؟ هشيل بس كل ان او هسمي حاجه يعني اسمها ان تلدا اللي هي بتساوي ان ماينس ان على 2. ليه؟ عشان ساعتها دلوقتي السمشن ده هيبقى من كام لكام؟ من 0 لان على 2 ماينس 1 برضو. تمام؟ وبالتالي بدا يقرب شويه لايه؟ لانه يبقوا 2 اف اف تي مختلفين. اكس اوف ان تلدا ماينس ان زائد ان تلدا الان تبقى ان زائد ان على 2. في اي اس ماينس جي 2 باي ان تلدا كي على ان وبعد كده اي اس ماينس جي 2 باي ان على 2 كي على ان. واضح؟ انا بس شلت الان هنا وحطيتها بان تلدا زائد ان على 2. خلاص؟ تمام؟ ثانية بس ايه؟ مالها دي؟ ليه هي مش انا بقول ان الان هتساوي ان تلدا زائد ان على 2 وهي هنا بالماينس؟ ماشي؟ طيب طب بس برضو يعني ايه انا بس عايز افهم الفكرة بتاعته برضو يعني هو الراجل قال لك ايه انا عايز بحاول افك الاف الديسكريت فورير سيريز الاثنين بالنص. فانا عايز افهم هو ليه عايز يعمل كده اصلا؟ تعالوا نبص كده مع بعض. هو لو انا عندي بلوك معين البلوك ده السايز بتاعه ان خلاص و عدد الكومبلكس مالتيبليكيشن اللي فيه ان سكوير خلاص مش ده هو البلوك بتاع الفوري سيريز صح؟ اقسموه 2 لو عرفت بشكل ما قسمته ب 2 واحد ان على 2 والتاني ان على 2 هو نفس الفوري سيريز يبقى ده الكومبلكس بتاعته هتبقى بكام؟ وده ده كده التوتال بقى كام؟ الله ده اقل. فاهمين الفكره؟ يعني بمعنى اخر لو كان البلوك اللي هو بيحاول يعمله ده لو كان الان سكوير ده لو فرضنا يعني ان هو كان ان ما كانش هيبقى ليه لازمه كان بيعمله ده. صح؟ لانه ساعتها ان هتقسمها ان هتبقى ان على 2 ان على 2 مفيش فرق. لكن كل ما الان دي بتعلى في الباور بتاعها يعني لو كانت ان تكعيب وعرفت تعمل الموضوع ده واو لان ساعتها هيبقى ان تكعيب ودي هتبقى ساعتها ان تكعيب على 2 وان تكعيب على 2 يعني بقى سوري على 8 وان تكعيب على 8 يعني في الاخر بقيت عملت ان تكعيب على 4. فهمتوا الفكره؟ ده مش بس كده بقى ده هي الفكره كلها وهي دي اللي جابت اللوج. برافو برافو عليك. انه هيجي يقول لك ايه؟ يقول لك طب ما ده مش انت عرفت تقسم ده؟ ما دام عرفت تقسم ده كده هاخد ده برضه اقسمه كده، ايه اللي هيفرق؟ ما انا عامله الجنرال ان. فساعتها ممكن يوم يعمل ايه؟ ياخد ده ويقسمه برضه هيبقى ان على 4 بلوك وان على 4. صح؟ عدهم احسبهم كده هتلاقيهم بقوا اقل. طيب هفضل امشي كده كام ستيج؟ لا مش ان لوج ان لوج 2 ان صح ولا ايه؟ لان انا كل مره ايه ان نزلتها ان على 2 بلوكين يعني ايه لو عملناهم كتيبل
النمبر اوف بلوكس وهنا الايه السايز بتاع كل بلوك. خلاص فهو بدا الاول بواحد وكان ايه السايز بتاعه ان، وبالتالي الكومبلكسي كانت بكام؟ ان سكوير. بعد كده لما عرف يقسمهم، ده لو عرف طبعا، يعني انا بقول لكم بس هو اللوجيك كان ماشي ازاي، وهو لحد دلوقتي احنا مش عارفين كان هيعرف يعمل الحركه دي ولا لا، ممكن في الاخر ما يعرفش، بس هو ده اللوجيك اللي وراه. لو عرف يقسمها بلوكين سايز كل واحد فيهم ان على 2، ساعتها الكومبلكسي توتال هتبقى ان سكوير على 2. طيب لو عرف يقسمهم، يعني كل واحد من دول يقسمه 2 يبقوا 4 بلوكات، وكل واحد فيهم السايز بتاعه ان على 4، يبقى ساعتها دي هتبقى ان سكوير على مش عارف كام، 16 على 4، صح؟ وهيقعد ماشي هكذا 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 لحد ما يوصل لهنا لوج 2 ان، هيلاقي في الاخر ساعتها ان السايز بتاع البلوكس بتاعه بقى 1، بقت حاجه تريفيال يعني، مش فارقه بقى ساعتها اعملها باي حاجه، هي كده كده هتاخد مالتيبليكيشن. فهمتوا الفكره؟ فهمتوا الفكره بيعمل عايز يوصل لايه؟ فهو ده الايه؟ ده دي طريقه التفكير للراجل ايه؟ بحاجه بيفكر بيها يعني، او ده اللي احنا بنفترضه يعني، هي ممكن يكون بقى ايه؟ يا عفريت قالها له، يا مثلا كان خبط في حاجه فعرفها، تفاحه وقعت على دماغه، يعني احنا بنقول اللوجيك اللي ورا الفكره، لكن الله اعلم هو طلعها ازاي في الاخر. هما طبعا اثنين اللي عملوها، واحد اسمه كولي والتاني اسمه توكي. ها؟ لا ما ينفعش الكلام اللي انت قلته ده، لو كانت الحاجه اللي جوه دي بيريودك على الفتره دي، لكن الاكس اوف ان هنا دي بيريودك من كام لكام؟ من زيرو لان، صح؟ وانا السمشن اللي انا عامله ده من ان على 2 لان ماينس 1، يعني واخد نص البيريود، فما حدش قال ان انت لو خدت نص البيريود الثاني هيطلع لك نفس النتيجه. تمام؟ الكلام ده كان يبقى مظبوط لو كانت الاكس ان دي بيريودك بان على 2، كان يبقى مظبوط. ها؟ ستيل ايه؟ ستيل ان سكوير برضه، مش انا مشكلتي كلها في السكوير؟ لا، لان ساعتها هتبقى دي هتبقى تقريبا ان سكوير مقسومه على ان على لوج ان، حاجه زي كده. يعني لما تيجي تحسبيها هتلاقيها بتعمل حاجه زي كده، فهتلاقي السكوير هيتم مع السكوير اللي هو بتاعت عمليه الجمع دي، وتلاقي اللوج طلعت بفيه. واضح؟ ففهمنا طريقه التفكير. فتعالوا بقى نرجع تاني للايه؟ للماث. فهو خدها قسمها 2، بدا اول حاجه بالسمشن بتاعه، قال لك انا هكتبه لنص البيريود، فيبقى دي اول حته عنده كانها شبه الفوري سيريز، ودي عملها برده لنص البيريود الثاني، وبعد كده عمل سبستيتيوشن بالان، وبقى ايه؟ برده لسه قريبه شبه الايه؟ شبه الفوري سيريز. دلوقتي لسه عايز يكمل، صح؟ دي مثلا لسه عشان عايزه تتظبط، المفروض ان دي ما تبقاش ان، صح؟ المفروض تبقى ان على 2 يعني، تمام؟ هي دي الفكره. وهنا والله تعالوا بس نشوف الاول نفس الفكره اللي هي في الحته دي، بس في هنا ترم ريزل. تعالوا نبص على الترم ده بيساوي كام؟ الترم ده اللي هو ايه؟ اي تو ماينس جي باي ان باي كي اس. لا مش واحد، سالب واحد اس كي. صح؟ ده مظبوط؟ يبقى ايه؟ يبقى بطريقه ما لو انا ايه؟ ده كده بسالب واحد اس كي، بس ملوش علاقه بالان. والله شكلها كده ايه؟ بتقرب. يعني معنى كده ان انا هيبقى عندي ده الاولاني هنزله زي ما هو، والتاني ده كل الحكايه هاخد السالب واحد اس كي ده ارميه بره، ويرجع تاني يبقى ايه؟ لإكس اوف ان تلدا زائد ان على 2 اي تو ماينس جي 2 باي ان تلدا كي على ان. يبقى كانه عمل ايه؟ لو نفعت كل ده برضو، عمالين بنقول لو نفعت هيبيقول لك يعني كانه هنقسم الاف اف تي الكبير ده لاتنين صغيرين، وبعد كده الاوتبوت بتاعهم هاخدهم واجمعهم ايه؟ يجمعهم يطرحهم على حسب الكي. فاهمين؟ فده جمع وطرح مش فارق معايا في حاجه. بس شكلها كده ماشيه، شكلها هتنفع، لسه ما نعرفش بس شكلها هتنفع. بس فاهمين الكونسيبت صح؟
ما لما في الاخر دي اعرف اقفلها واقول دي ديسكريت فورير سيريز ان على 2. دي لسه مش ان على 2 ليه؟ عشان الان دي، فهي لسه ما اول ما تبقى ان على 2 هقوم اقفلها بلوك واقول دي ايه اف اف تي دي دي اف ديسكريت فورير سيريز ان على 2، يبقى انا كده عرفت اعمل ايه الريكيرجن ده. طيب فنيجي بقى ايه الحته بقى اللي هي ايه لسه هو مش عارف يعمل فيها ايه، الاثنين دي يعمل فيها ايه، يعمل فيها ايه يا واد يا حسين؟ لا هيخلي ايه بريودك؟ ما فيهوش في حاجه في ايديه بريودك. يعني ايه اللي يخليه بريودك؟ يعمل ايه؟ لا بس هو كده هيغير السيجنال. يعني انت اللي انت بتقوله ان هو يخليها بريودك يعني يخلي بتاعه، وبالتالي ساعتها ينفع يشتغل على النص، بس انت كده السيجنال بتاعتك بتغيرها. ما ينفعش. انت عايز في الاخر تبقى هي هي نفس السيجنال. فهي الفكره حاجه لطيفه قوي. هو قال لك ايه؟ قال لك هو انا نفسي اقسم الان دي على 2. صح؟ يعني او اضرب في البسط في 2. طب انا ما بعرفش العب في حاجه فوق هنا، خلاص انا الان لعبت فيها اوريدي. ممكن العب في الكي، الكي اخليها ازاي عشان العب فيها؟ لا ما هو بص انا عندي كي من 0 ل ان ماينس 1، عايز اقسمهم بطريقه بحيث ان تبقى حاجه شبه كانها كيهات، وكيهات ينفع اكتبها فيها 2. ايه؟ طيب ده بس ده هيجيب لك الكيهات الايه بس؟ الايفن بس؟ طب ما ده حلو قوي ده، ما برافو. يعني ساعتها انا ممكن اجي اقول ايه؟ لا 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 ده جمال بقى. لا بص انا خلينا نركز دلوقتي بس على الكي ايفن دلوقتي. سيبني من ايه؟ سيبني من القض. هي لو كانت الكي ايفن يعني معنى كده ان انا ممكن اقول ان الكي بتساوي 2 كي تلدا. ايه ده؟ لا دي هتطلع. يبقى ساعتها الاكس هات وفي 2 كي تلدا هتساوي سميشن ان بيساوي 0 لان على 2 ماينس 1 اكس ان اي تو ماينس جي 2 باي، والكي تبقى 2 كي اللي هسميها تلدا يعني على ان على 2. دي كده ديسكريت فورير سيريز، او يعني اللي احنا بنسميه اف اف تي. اف اف تي دي هنا بقى ساعتها قلنا ان هي ايه؟ ان هي نفعت بقى خلاص. ده كده البلوك ده كده بقى ماله؟ بقى اف اف تي ان على 2، او يعني الفورير سيريز ان على 2. يبقى اف اف تي ان على 2 اوف السيجنال اللي اسمها ايه؟ اكس اوف ان. من يعني وعشان تبقى بس تبقى مظبوطه 100% من ان بيساوي من 0 لحد ان على 2 ماينس 1. يعني نص السيجنال صح؟ طيب بس لسه ما خلصناش. زائد هنا لو الكي ايفن يحصل ايه؟ مش موجودة أصلا، بقت واحد تبقى زائد. وهنا يحصل نفس الكلام بالظبط، مفيش أي فرق. يبقى دي ساعتها برضو هتبقى اف اف تي ان على 2 اكس اوف ان. بس الان من كام لكام؟ من ان على 2، برافو، من ان على 2 لحد ايه؟ لحد ان ماينس 1 اللي هي الحتة دي. ما هي دي لو عوضنا هنا من صفر لحد ان ماينس 1 يعني ايه؟ ان على 2. فيعني ايه او الاحسن طبعا يعني نكتبها زي ما هي مكتوبه هنا، يعني ان على ايه؟ على 2 وخلاص. بس ساعتها يعني لا خلينا يعني حاجه من 2، يعني نكتبها كده ونخلي دي، يا اكتبها زائد ان على 2 واسمي دي تلدا واسميها في اي حاجه. ها اتفضل. لسه ما عملتهاش، ما انا عرفت اجيب الايفن. Which is حاجة very satisfying. أنا سعيد، أنا مبسوط، ما بوصل عليا فرحة بليز. دلوقتي بقى لسه هنشوف بقى الأود. ما حدش قال إن إحنا مش هنعرف نجيبه، بس أنا لو أنا كنت مهتم بس بالإيفن عرفت أطلعه. ليه هو الأود هتعمله إزاي؟ صح. طب ما نيجي نجرب كده ونشوف الكلام ده. ما اصل ساعتها ممكن تبقى ايه؟ ممكن ساعتها تلاقي انه هتعيد استخدام نفس البلوكات دي. انت اللي انت بتقوله ان انت بتقول طب معنى كده هيبقى عندي بلوكين وكمان بلوكين تانيين، فبقى اربعه ما عملتش حاجه صح؟ بس لو خلينا كملنا كده باللي انت قلته.
يبقى تعالوا احنا كده طلعنا الايفن ولقينا ان انا محتاج البلوكين دول. لو بقى الكي اود يعني معنى كده ان الكي هتساوي كام؟ 2 كي تلدا بلس 1 صح؟ تعالوا نعيد ايه؟ هنعملها فين؟ هنعملها في دي مظبوط؟ فهيبقى سميشن من ان بيساوي 0 لحد ان على 2 اكس اوف ان اي تو ماينس جي 2 باي ان كي تلدا على ان على 2 بس مضروب في حاجه ثانيه اللي هي اللي جايه بسبب الواحد ده صح؟ اللي هو هيبقى اي تو ماينس جي 2 باي ان على ان. مظبوط؟ زائد نفس الكلام وهنا بقى ايه مش هتبقى زائد صح؟ هتبقى سالب واحد بقى عشان سالب واحد اس كي ده لو الكي اود دايما تبقى سالب واحد فهتبقى ماينس. اي تو ماينس جي 2 باي فين بنقول ان على ان ان كي تلدا تلدا على 2 في اي تو ماينس جي 2 باي ان على ان. ايه؟ لا قول لي بالراحه عشان انا نسيت انا هعمل ايه بعديها. هتشيل الاكسبونشال اللي هو اي اس ماينس جي 2 باي ان؟ هتشيله ازاي؟ لا لا ليه؟ الان مين قال ده يساوي واحد؟ اي اس جي 2 باي ان على ان كابيتال. ايوه فدي مثلا لو الان ب 8 هتبقى اي اس جي 2 باي على 8. ايه؟ في 2 هنا بتقول؟ ليه؟ ما هي دي كانت المفروض 2 كي بلس 1. مفيش 2 صح؟ ايوه اللي هي ال 1 ده. بتتكلم على ده ولا بتتكلم على ده؟ ما هي الاثنين ده اهو كان هنا دي المفروض كان اصلها 2 كي وده هنا كان فيه 1. فانا قسمت على 2. دي تلدا صح؟ فكروا معايا مش عايز اغش من السلايدز، فكروا معايا المفروض هنعمل ايه؟ يعني هو يعني هي الاكس ان يا انا عملت حاجه غلط يا هي فيها حاجه بس انا لسه مش عايز اعملها من السلايدز، يعني هنا عملناها اكس اوف ان وهنا اكس اوف ان، هنا طلعت برضو بس انا ممكن اسمي دي حاجه جديده، يعني كان ممكن اسمي دي مثلا ان هي يعني مثلا ايه؟ ايه؟ يعني ممكن اسمي دي كانها سيجنال جديده يعني. فاهمين الفكره؟ لان هي في الان مش في الكي. فاهمين الفكره صح؟ ايه اللي مش فاهمينه؟ بقول ان انا ممكن اسمي الاكس اوف ان بدل ما دي تبقى اكس تبقى الفانكشن الجديده نسميها مثلا اكس تلدا اللي هو ده في ده. ايه؟ ايوه عندي 4 بلوكس يبقى غلط مش هينفع لازم احاول اخليهم 2 بلوكس. تعالوا كده بصوا معايا. طيب انا عندي سؤال، هو انا هنا بصوا بس معايا، هو انا هنا لو انا جيت مش انا ممكن الم الحاجات دي على بعض؟ يعني بصوا كده معايا، هو انا ليه هنا عملتهم بلوكين؟ هو انا هنا محتاج كنت اعملهم بلوكين؟
بس هي هي يعني هنا دي ان تلدا وان بس هو ان 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 اندكس وخلاص. يعني ايه اللي هيجرى لو شلت الان تلدا دي سميتها ان؟ ايه؟ لا احنا قسمناهم الاول بعد كده عملنا سبستيتيوشن اوف فاريبل مظبوط وسميناها ان تلدا. بس الان دي بتمشي من 0 لحد ان على 2 والان دي بتمشي من 0 لحد ان على 2 ماشي؟ هنا شغاله على اكس مختلفه عن دي صح؟ بس الترم ده هو هو بالظبط الترم ده بالان بتاعته. وانا ليه عملتهم بلوكين اصلا؟ ده انا كان ممكن اعمل ده يبقى سميشن واحد ان بيساوي من 0 لحد ان على 2 ناقص 1 مش ده يعني اللي هو بعد ما خلينا الكي ايفن ماشي بعد ما خلينا الكي ايفن اكس اوف ان زائد اكس اوف ان زائد ان على 2 في اي اس ماينس جي 2 باي ان كي على ان على 2 صح؟ ده كده بقى بيساوي ايه؟ اف اف تي اوف ان على 2 لسيجنال جديده اسمها اكس اوف ان زائد اكس اوف ان زائد ان على 2. دي كده قلبنا البلوكين بقوا بلوك واحد. يبقى معنى كده دي لو عرفت اعمل فيها نفس الفكره يبقى انا البلوك بتاع الاف اف تي عرفت اقلبه بلوكين. ادي بلوك وبعمله على سيجنال جديده اسمها دي، والبلوك الثاني اللي هنا هيبقى بيساوي سميشن على الان ل اكس اوف ان ماينس اكس اوف ان زائد ان على 2 مضروبه في اي اس ماينس جي 2 باي ان على 2 على ان. ده كل ده نسميه مثلا اكس بار 1 اوف ان او 2 يعني اوف ان، وسمي ده كله اكس 1 اوف ان مظبوط. في اي تو ماينس جي 2 باي ان كي على ان. ها ما هو هو السميشن تعال نبص عليهم مع بعض. يعني انا عندي هو كل السميشن الفرق ان انا عندي هنا ان وهنا ان تلدا صح؟ بس هي ماشيه على الانات. يعني الان دي ما هي الا اندكس. الان تلدا ده ما هو الا اندكس، سميه اي حاجه، سميه ال، سميه ام، سميه اي حاجه. فبتلاقي ان الاثنين دول بيبيهيفوا نفس البيهيفير. يعني الاي اس جي دي هي هي الاي اس جي دي بس هنا ان وهنا ان تلدا. يبقى معنى كده ان انا لو كنت سميت دي يعني شلت التلدا دي ما كانش قيمتها هتتغير صح؟ ده كاونتر بس. فعشان كده وده سميشن فالحاجات ممكن تتلم على بعض. فهمت الفكره؟ يعني انت ضارب دي في نفس الرقم اللي انت ضارب فيه دي فخدتهم عامل مشترك. فيبقى معنى كده ان انا دي طلعتها ايه؟ اف اف تي ان على 2 ل الاكس بار اوف 2 ان. ويبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده وصلت للمعادله بتاعت الاف اف تي. واضحه الفكره؟ واضحه ولا مش واضحه؟ مش واضحه ليه؟ زعلان ليه؟ انا؟ لا واضحه. واضحه طيب؟ بتاع الايه؟ بتاع ازاي جمعنا سميشنز ولا؟ هنا؟ احنا عملنا ايه؟ احنا شلنا الكي، احنا جربنا هنا الكي بايفن عملناها هنا اوبد. فبقت 2 كي بلس 1. وعملت نفس الكلام شلت الكيهات وعملتها حطيتها ب 2 كي بلس 1 فالاثنين هنا نزلت بقت على الاثنين. ودي ايه؟ طلعت لي ايه؟ اي اس جي لوحدها. بس الميزه هنا ان الاي اس جي دي مالهاش علاقه بالكي. يعني دي مش فانكشن في الكي. وعملت نفس الكلام هنا. فبرضو ايه؟ لو جينا بصينا هنلاقي ان انا الان والان تلدا بيتعاملوا نفس المعامله. يبقى انا ساعتها ممكن المهم كسميشن واحد. مظبوط؟ ويبقى السيجنال الاولانيه هتبقى الاكس ان في اي اس ماينس جي 2 باي ان على ان. والثانيه هيبقى احط الماينس ده بس. صح؟ والثانيه هتبقى دي برضو مضروبه في الاي اس ماينس جي باي ان على ان. خدت بس الاي اس ماينس جي 2 باي ان عامل مشترك. وبقت ايه؟ بقت الحته دي مضروبه في دي مضروبه. فده بقى كل ده كانها سيجنال جديده. وده كده معادله الديسكريت فوري سيريز ان على 2. واضح؟ طيب ده حاجه جميله جدا جدا جدا. تعالوا بقى ايه؟ انا ممكن اكملها احسن على السبوره هي هنا مكتوبه حلو. تعالوا نعمل بقى الكومبلكس اناليسز.
اللي انا شايفه كده ان هي شكلها حلوه، يعني دي ال ان عرفت انزلها ان على 2 ان على 2، بس انا دفعت ثمن صغير. دي في هنا ضرب، يعني الحته دي فيها ضرب، فيعني اتس نوت فري. يبقى تعالوا كده نبص عليها مع بعض هنا. بصوا معايا كده، دول الايه دي مثلا اكزامبل على 8 بوينت خلاص. فال8 بوينت عندي اهم ادي قسمتهم نصين، مش ده اللي انا عملته في اول معادله؟ قسمتهم نصين من 0 ل ان على 2 وبعد كده من 4 ل 7. هاخدهم واعمل ما بينهم عمليتين، مره هاخدهم اجمعهم ومره هاخدهم اطرحهم صح؟ فهي بنعمل لها رمز كده اللي هو البتاع اللي هي الدايره دي، وبنقول ان الدايره دي كانها رمز يعني، بس ده حاجه اسمها سيجنال فلو جراف يعني، بس طريقه للريبريزنتيشن. بقول لما بعمل البتاع اللي هو الخطين اللي داخلين على الدايره وخارجين منها، لو داخلك A وB الاوت هيطلع من فوق A بلس B واللي تحت A ماينس B. ما في طريقه ريبريزنتيشن بس كاني بعملها بلوكات تمام؟ يبقى معنى كده انا اول حاجه قسمتهم اثنين وبعد كده بدات اخد ده مع اللي قصاده في النص الثاني اجمعهم واطرحهم تمام؟ بعد كده الطرح اللي تحت ده اللي هو نتاج الطرح صح؟ مش مطروحين بس، ده مطروحين ومالهم؟ مضروبين في ده. فيبقى الطرح ده خدته وايه؟ ضربته في ايه؟ اس ماينس جي 2 باي ان على ان، واللي هي انا عندي هنا الان كابيتال كانت ب 8 والان سمول همشيها 0 1 2 3، دي 2 باي، فيعني هنا 2 في 1 2 في 2 2 في 3 صح؟ بعد كده الاوتبوت بقى بتاع الجمع باخده بعمله على اف اف تي بنص السايز، والاوتبوت بتاع برضه الطرح والضرب باخده بعمله على اف اف تي على نص السايز صح؟ يبقى انا كده كتبت الايه؟ كتبت الايكويشن بتاعتي. كل ده كده على بعضه ده ال 8 بوينت. واضحه؟ تعالوا بقى نحسب الكومبلكسيتي، تعالوا نشوف ازاي هعد النمبر اوف كومبلكس مالتيبليكيشن تمام؟ فتعالوا نبص كده. انا بقول ان الكومبلكسيتي خلينا نسميها مثلا بتاعت ال 8 اف اف تي البلوك ده كله على بعضه اللي هو كومبلكس، يعني النمبر اوف كومبلكس مالتيبليكيشن اللي موجوده في البلوك ده كله على بعضه بتساوي ايه؟ بتساوي 2 في الكومبلكس بتاعت ال 4 بوينت اف اف تي صح؟ زائد كام؟ زائد دول اللي هم ان على 2 اللي هو 8 على 2. طيب ما انا عرفت اعملها في ال 8 بوينت، اعرف اعملها برضو في ال 4 نفس الكونسبت ده، معرف ايه؟ اعرف اعيده تاني. يبقى برضو السي 4 اف اف تي لو انا بكتبها بنفس الانولوجي هتبقى ايه؟ 4 على 2 زائد 2 في السي 2 اف اف تي مظبوط؟ وبعد كده السي 2 اف اف تي ده اللي هو ايه؟ يعني اف اف تي بتاع 2 بوينت، الاف اف تي بتاع 2 بوينت هيطلع هو ده. يعني 2 بوينت لو انا جيت قلت لك الاكس بتاعتك 2 بوينت، يعني سميشن من ان بيساوي 0 ل 1 لاكس معينه اسمها اكس اوف ان في اي اس ماينس جي 2 باي ان كي، والان بكام؟ ب 2، من ده 2 بوينت صح؟ ما ده معناه ايه؟ ان هو عندك 2 كيهات و2 انات، لما الان هتبقى بصفر هتبقى اكس 0 وهنا هيبقى اكس 1، ده هيبقى اكس هات اوف 0 والاكس هات اوف 1 هتلاقيه بيساوي اكس اوف 0 ناقص اكس اوف 1. فال2 بوينت اف اف تي تريفيال، ال2 بوينت بتلاقيها تريفيال هو الجمع والطرح ده. يعني عوض هنا كده الكي بصفر فده كله كده هيبقى بواحد. يبقى بس بتجمعها اكس 0 زائد اكس 1. وبعد كده الكي لما كانت بواحد هنا اول مره الكي بصفر وبالتالي هتبقى بالموجب، وبعد كده لما كانت تبقى بواحد ودي بواحد 2 على 2 تطير تبقى اي اس ماينس جي باي اللي هو ايه؟ ناقص 1. يبقى ال 2 بوينت تريفيال عشان كده حطيناها بكام؟ حطيناها بصفر. طيب انا ينفع بقى اخد ايه؟ اعوض. يعني هعوض هنا في ال 2 اف اف تي اللي هنا. هعوض فيها بصفر
كده اخد الرقم اللي هيطلع لي من هنا اعوض بيه هنا وهكذا، صح؟ فيبقى معنى كده السي لما تيجي نحسبها نلاقي السي 8.FFT طلع لي بكام؟ ب 8. ماشي؟ ده يدلك على ايه؟ على انه خلي بالك لما بتاخد اكزامبل صغير ممكن يبقى مسليدنج، يعني هنا كانها بانت كان ايه؟ ال 8 بوينت الكومبلكس بتاعتها بقت 8 بس، صح؟ لكن هي في الحقيقه مش هتطلع 8. تعالوا بقى نجرب نعملها، انا بس بوريكم هنا الفكره ماشي ازاي، بس الايه؟ لحاجه صغيره بالارقام بال 8. تعالوا بقى نعملها ان جنرال لان نشوف هتتعمل ازاي. ايه؟ ال 2 اف تي بزيرو دي عشان دي اهي ما انا عملتها اهي، فمفيش ضرب هنا، ضرب انا هنا بحسب عدد الكومبلكس ملتبليكيشن، الاكس 0 مضروبه في 1، الاكس 1 مضروبه في 1، دي مضروبه في 1، دي مضروبه في سالب 1، مفيش ضرب، كله جمع وطرح بس. ايه؟ في البروس كلها. الايه؟ ما بتحسبش الكومبلكس بتاعت الجمع. اللي هو في الاول خالص؟ لا في الاول خالص، بس انت كنت بتعمل، انت كان عندك ماتريكس وبتضرب الصف في العمود قبل الجمع، مش انت بتضرب الصف في العمود؟ فده بواحد، ده ادي عمليه ضرب، ثاني عمليه ضرب، ثالث عمليه ضرب، بقى الصف في العمود ادي ان عمليه ضرب، ما حسبتش الجمع، بس الصف الثاني برضه هيعمل لك ان ثانيه، فهيبقى ان وبعد كده ان ثانيه ان ثالثه، فهمت؟ فتبقى ان في ان. خلاص تعالوا بقى نعملها ايه؟ نعملها ان جنرال. بصوا معايا، يبقى ال 2 اف اف تي البلوك بتاع ال ان 2 اف اف تي بيطلع لي ان على 2 ملتبليكيشن اللي هم دول زائد 2 في ايه؟ في البتاع في الان على 2. طيب الان على 2 افكها بنفس الطريقه، هيطلع لي نص الان على 2 اللي هو ان على 4 زائد 2 في ان على 4. نفس الكلام اخد دي واعمل نفس الكلام واقعد امشي كده لحد ما اوصل لايه؟ لكومبلكس بتاعت ان على ان على 2 اف اف تي. ان على 2 دي اللي هي كام يعني؟ 2، وال 2 دي قلنا بكام؟ بصفر، وبالتالي دي هتبقى بايه؟ هتبقى بصفر. كام بقى؟ كام واحده من الانات دي؟ لوج 2 ان ماينس 1، يبقى التوتال كومبلكسي ان على 2 لوج 2 ان ماينس 1. وتتعجب ان هذا الرجل لم ياخذ نوبل. بس شايفين؟ اميزنج يعني، او ماي جاد ام سو يعني اتس. خلاص؟ طبعا الماجستير بتاعي كان ان انا بحاول احسن عن كده، فهو الماجستير بتاعي كان اسمه سبيدنج اب فاست فور ترانسفورم. ما عرفتش انزلها عن ان لوج ان، بس كل اللي انا عملته ان انا استغليت حاجه ثانيه كانت في الهاردوير، يعني في حاجه اسمها، في حاجه كده ان الملتبلاير ممكن تخليه يبقى كانه مجموعه عمليات جمع بس، فدي هي اللي حسنت فيها مع الالجوريزم، يعني لعبت في الالجوريزم بس، فهي يعني فرقت، يعني انا كنت مثلا تقريبا عملت انهانسمنت 64%، بس اقصد ما فيش طبعا من ان سكول لان لوج ان دي، لا لحد دلوقتي ما حدش عرف يكسر حاجز لان لوج ان في العالم، ما حدش عرف يكسر الحاجز ده. لو بصيتوا على بيبرز هتلاقوا في ساعات ناس بتقول احنا عرفنا نكسره، بس مش بيعرفوا يكسروه، ده هم كل اللي بيعملوه ان هو بيجي يقول لك الاكس اوف ان هفترض ان هي مثلا فيها اصفار كتير، فبيحط اسامبشن زياده يعني بس، لكن ما حدش لحد دلوقتي عرف يكسر لان لوجين. ولو دخلت على ويكيبيديا وكتبت اف اف تي هتلاقي ان ده وان اوف ذا انسولفد بروبلم في الكمبيوتر ساينس، لحد دلوقتي احنا مش قادرين نثبت حتى انه ده هو اقل حاجه. يعني احنا عارفين نثبت انه اقل حاجه باللي احنا قلناه في الاول ان هي ان، ده اقل حاجه، بس ما حدش قال ان هي يعني ده لا يمكن تجيب اقل من كده، لكن ما حدش عارف بقى براكتيكال
تعرف تجيب حاجه اقل من ان لوج على 2 ولا اقل من ان لوج ان ولا لا؟ دي ما حدش لسه عارف، ولا عارف يثبتها، ولا عارف حتى يقول الجوريزم، يعني ولا عارف يثبت ان الالجوريزم ده كده اكتر احسن حاجه ممكن تعملها، ما حدش عارف يثبت دي، ولا حد عارف يثبت انه ايه، انه هل ممكن اعرف اجيب حاجه احسن منها. احنا طبعا الوقت خدنا في الاف اف تي ده، بس هو يعني ايه، يعني ماي ساكن كم؟ تلت ساعة. ترستني يلا، اللي هو عارفين يقول لك عشان خاطرك يا مي اكل السمك ني، عشان خاطرك يا اف اف تي مش عارف اعمل ايه، نضيع المحاضرة. طيب خلاص، ننتقل بقى على موضوع تاني، موضوع الايه، الفورير ترانسفورم. طيب احنا كل اللي فات ده كله كنا بنعمله للسيجنالز اللي هي مالها، اللي هي بريودك، مظبوط. دلوقتي بقى عاوزين نشوف، طيب افرض ان انا مديك حاجه ابريودك، ودي اللي هي في معظم الاحيان بتبقى السيستم، الامبلس ريسبونس بتاع السيستم في الغالب ما بيبقاش بريودك، لانه لو الامبلس ريسبونس بتاع السيستم كان بريودك يبقى السيستم ده ماله، ستيبل ولا ان ستيبل؟ انستيبل، قلناها قبل كده صح. لو السيستم الامبلس ريسبونس بتاعه بريودك، فانت بتعمل سمشن للابسوليوت على انفينيتي وهو بريودك، يبقى ايه، هيبقى انستيبل. فدايما السيستمز الطبيعيه اللي احنا بنشتغل بيها بتلاقيها بريودك. فانت دلوقتي اتصرفت في السيجنال، دلوقتي بنتكلم على السيستم بقى، فاحنا عاوزين نعرف بقى ازاي نجيب الاف اف تي، نجيب الفريكوانسي كومبوننتس بتاعه سيجنال ابريودك. فالفكره بقى بنقول ايه، بنقول تعالوا ناخد اكزامبل كده. الاكزامبل اللي عندي بنقول ان انا، خلينا ناخد ان الاكس اوف ان بتاعتي عباره عن يو ان ماينس يو ان ماينس 8، ده اللي هو ايه، بس وحايد كده 8 وبعد كده اصفار. فانا عايز احسب الايه، الفريكوانسي كومبوننت. انا ما اعرفش حاجه غير الايه، غير الفوري سيريز ريليشن، هنا في ناقص واحد. انا بس ايه، انا ما اعرفش غير ايه، غير دي. فتعالى ايه، تعالى نحاول نابروكسيميت السيجنال دي ونخليها ايه، كبريودك سيجنال. يعني ايه، تعالوا نبص مع بعض. تعالوا الاول اقول ايه، اقول خليني اعمل، مش انا الاف اف تي ده بيبقى ليه سايز، خليني اقول مثلا هعمله على ان ب 8. يعني انا هعوض في الايكويشن دي، في الايكويشن دي اللي هي بتاعت الاكس اوف ان دي، هعوض فيها بده وهخلي الان عندي ال 8 ماشي. وتعالوا نبص على الاوتبوت ونفهمه، ونفهم هو ايه اللي حصل بالظبط، وبعد كده نشوف ان كان ينفع نعمل جنراليزيشن ولا لا. يعني هو عك خالص، لان ده حاجه بتاعت بريودك اللي انت بتهببه ده، بس ايه، خلونا نشوف كده مع بعض ونفهم. فهو اللي حصل ان انا لما بخلي حاجه، بعمل حاجه زي كده، معنى كده ان انا بعمل سمشن لوحايد، والوحايد دي بتطلع لك دلتا، فبتطلع لك دلتا عند الصفر قيمتها ب 8 وبعد كده ايه؟ اصفار. طيب الايكويشن اللي هي بتاعت الاف اف تي لما عملت فيها كده، الحقيقه الفريكونسي اللي انا ببص عليه ده بتاع اي سيجنال بالظبط؟ بتاع اللي هو وحايد وبعد كده اصفار، ولا وحايد وبتكرر ايه؟ كل قد ايه؟ كل 8 صح؟ يعني كانك خدت وحايد حطيت جنبها وحايد حطيت جنبها وحايد حطيت جنبها وحايد، ده ايه؟ ده وحايد، وحايد من ماينس انفينيتي لانفينيتي يعني، مظبوط؟ مش وحايد وصفار. يبقى المنظر ده مش هو اللي انا عايزه، انا كنت عايز وحايد وصفار صح؟ طيب ما اجرب كده اخلي الان ب 16، ساعتها هتبقى شكلها عامل ازاي؟ ده الفريكونسي بتاعها مش مشكله، بس دلوقتي لو انا جيت بقى بفكر هو ايه اللي انا حطيته في الايكويشن دي؟ شكل السيجنال البريودك دي ايه؟ بقى وحايد و 8 وحايد 8 اصفار و 8 اصفار بعد كده وحايد تاني. فيعني بدات ايه؟ بدات الشكل ايه؟ يعني انا اللي كان نفسي اوصل له، كان نفسي اوصل له حاجه كده بصفر. بدات اول خطوه جربت عند ان ب 8 فطلعت لي حاجه كده. صح؟ وبعد كده لما قلت خلي طيب الان ب 16 طلعت لي حاجه كده. نتوقع نعمل ايه؟ ان في الان دي ايه، واكبر فيها
كبر في الان دي، لو خليت مثلا الان زي ما هنشوف كمان شويه 256 يعني دي هتبقى كده، بعد كده هتبدا تظهر تاني، فدي قريبه شويه دي صح، وتبقى هي بالظبط لو كانت الان بكام؟ بانفينت. هو ده الفوري ترانسفورم، بدل الان اللي فوق فاينايت بقت انفينت. بس هي الفكره كلها ايه؟ ان انا بداتها ان انا ايه؟ ان انا بداتها ان انا بحاول اكتب الابريودك سيجنال كابريودك سيجنال، اللي هو بستخدم مثلا اللي هو الطريقه دي، وبعد كده لقيت ان انا ايه؟ لما بخليها ات ذا ليميت اللي هو بان بانفينتي، هنا مثلا ان ب 256، فبلاقي الشكل بيطلع لي حاجه شبه كده. وايه؟ ودلوقتي الجزء ده كده عمال يتكرر، بعد كده هيبدا يتكرر تاني، بس ايه بقى قريب شويه، يعني ده كده ممكن كانك تشوفه كانه ايه؟ كانه يعني ده كانه كبير قوي، كانه انفينيتي. يبقى معنى كده تتوقعه ات ذا ليميت ات انفينيتي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ يعني هي بص كده، دي كانت دي، بعد كده بقت كده، هتبقى هي بقى كونتينيوس بس اللي هو الانفلوب يعني. فيبقى معنى كده لما بخلي بقى الان بانفينيتي ويبقى مكان الان بانفينيتي، تعالوا نبص كده على المعادله بكتبها ازاي. فانا بقول ليميت عند الان بانفينيتي ان من صفر لحد ان ماينس واحد صح؟ مش فارقه معايا، ممكن اقسم زي ما احنا قلنا، لان دي بيريودك ببيريود ان، هي الان بانفينيتي صحيح بس هي بيريودك ببيريود ان في البوكس ده كده، ودي برضو بيريودك ببيريود ان، فقمت واخد ايه؟ طبعا الاوميجا دي هي كانت ايه؟ كانت كي اوميجا نود على ان. او خلينا نكتبها هنا على السبورة عشان نشوف. يعني هي اصلها ان الاكس هات اوف كي بنقول بتساوي، والكي والكي دي اللي هي ايه يعني؟ اللي احنا قلنا لما بنكتبها بدلاله الديسكريت فريكونسي 2 باي على ان صح؟ بتساوي سميشن ان من 0 لان على 2 لان ماينس 1 لي اكس اوف ان في اس ماينس جي 2 باي ان كي على ان تمام؟ فده ممكن اعيد كتابته بان انا اخليه كي ودي اسميها اوميجا نود بيساوي، ودي ممكن اخليها بدل ما هي من ان 0 لان على 2 اخليها من ان على 2 لان على 2، يعني اخليها سيمتريك يعني مش فارقه حاجه صح؟ لاكس اوف ان اي اس ماينس جي، وهكتبها برضو بدلاله الكي اوميجا، فتبقى كي اوميجا نود في ان خلاص؟ طيب دلوقتي بقى انا عايز اخد الليمت لما الان تروح لانفينيتي، فايه اللي يحصل؟ الانات دي هتروح لانفينيتي ودي هتروح لانفينيتي، دي ماينس انفينيتي اسف ودي انفينيتي، والاوميجا نود هتروح لكام؟ للصفر، وبالتالي وبس الكي دي ممكن تاخد قيم من زيرو لانفينيتي، وبالتالي من الاخر يعني كاني عملت ايه؟ كاني صغرت الستيب اللي انا ماشي بيها قوي، يبقى من الاخر كان الاكسبريشن ده كله بقى ماله؟ ايه؟ بقى كونتينوس، بقى اللي هو ايه حاجه ما مش بقى ديسكريت، بقى خلاص بنسميه مثلا اوميجا، دي صغيره جدا وانا ماشي بستيب ممكن توصل لحد ايه؟ لحد انفينيتي، فيبقى دي اوميجا، والاوميجا دي تبقى من كام لكام؟ من 0 ل 2 باي، جت ازاي؟ ما هي هنا الكي كانت عندي اخرها كام؟ اولها 0، فيبقى 0 اخرها كام؟ ان ماينس 1، يبقى ان ماينس 1 في 2 باي على ان صح؟ اضربها يطلع لي 2 باي ماينس 2 باي على ان، عوض بقى بالان بانفينيتي تلاقي الترم ده راح تمام؟ يبقى ساعتها ايه اللي هيحصل لي؟ ان انا هيبقى عندي اكس اوف اوميجا، ودي بقى دلوقتي بقت كونتينيوس، والاكس اوف ان بقت من ماينس انفينيتي لانفينيتي، وبقيت حاطط ايه؟ الاوميجا دي اللي هي مكان الايه؟ مكان الكي اوميجا. يبقى الفرق كله اللي حصل لي ان انا بقى عندي لسه الفريكونسي دومين بريودك. ليه لسه بريودك الفريكونسي دومين؟ عشان الاكس اوف ان لسه ديسكريت، دي ما اتغيرتش. لكن ما دام الاكس اوف ان بقت ابريودك يبقى الفريكونسي دومين يقلب يبقى ايه؟ كونتينيوس. فدايما بقول لكم ايه؟ ديسكريت الناحيه الثانيه بريودك، ابريودك الناحيه الثانيه ايه؟ كونتينيوس. ويبقى هي دي الايه؟ الديسكريت فورير ترانسفورم. وهنلاقي في الاخر اللي هي طلعت لي ايه؟ نفس الرسمه اللي فاتت. يعني لو جينا بصوا كده مع بعض على الجيف دي، ف
ففاكرين لما كنا مشيناها مره مشينا بان ب 8 بعد كده 16 بعد كده مش عارف 256 اهي هي دي اول مره لما كانت الان ب 8 بتلاقي ان هي ايه انت خدت فريكوانسيز كانك سامبلت الكونتينوس ده سامبلته هنا وهنا 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 بعد كده ايه زودت الريزولوشن بتاعك كل ما زودت التايم دومين ويندو بتاعتك كانك زودت الريزولوشن بتاعتك فبقيت بتاخد ايه بتطلع نقط في النص نقط في النص نقط في النص لحد على الانفينيتي تعمل الكونتينوس فاضل كام 5 دقايق ماشي بس هكمل بس هنشوف الانفرس وبعد كده مش عارف اكمل تاني بس هنشوف بس الانفرس خلاص يبقى انا كده عرفت ايه بصيت على الايه على الترانسفورم طب الانفرس بقى ترانسفورم هل تتوقعوا الانفرس ترانسفورم في مشكله صغيره زمان كان الفريكوينس دومين ديسكريت فكان هتبقى شكلها هي نفس الايكويشن سميشن لكن دلوقتي الفريكوينس دومين كونتينوس يبقى ايه اللي هيحصل هتبقى ايه تكامل انتجريشن تمام فهي هتطلع في الاخر كده تعالوا نبص عليها مع بعض فادي الايه برضو نفس الكلام بعمل ليميت عند الان لحد ان بانفينيتي 1 على ان سميشن على الكي من 0 ان ماينس 1 ده انا ايه دي عادي دي الانفرس فوريير سيريز عادي بس بدل بس ما انا كاتبها بكي بس حاطط بس الاوميجا نود بعد كده بقول ايه ليميت الان بانفينيتي فلو ليميت بالان بانفينيتي يبقى انا ممكن اضرب هنا في 2 باي فوق وتحت فيبقى ادي 2 باي اهي تحت وهناك 2 باي فدي تبقى اسمها 2 باي على ان 2 باي على ان دي اللي هي مين الاوميجا نوت بتاعتك يبقى بقى دلوقتي عندك 1 على 2 باي ليميت ان الانفينيتي اكس كي اوميجا نوت اي اس ماينس جي كي اوميجا نوت في اوميجا نوت المنظر ده كده ده اللي هو ايه كانك بتعمل سميشن كانك بتعمل اللي هو الديفينيشن بتاع الانتجريشن فالديفينيشن بتاع الانتجريشن بيقول لك ايه بيقول لك خد الرسمه بتاعتك قسمها نقط وخلي كل ما تخلي النقطه دي انفينيتيزمال الستيب بتاعتك انفينيتيزمال اللي هي الاوميجا نود والاوميجا نود بتروح لصفر فهو ده الايه الانفينيتيزمال بتاعتك اللي هي دي اوميجا يعني اهي وده هيبقى الكونتينوس فاريبل وده الكونتينوس فاريبل يبقى ساعتها ليميت الاوميجا نود الكي اوميجا نود تبقى كونتينوس والاوميجا نود دي ده اللي هو ايه الانفينيتيزمال بتاع التكامل وبالتالي في الاخر يقلب 1 على 2 باي تكامل من 0 ل 2 باي اكس اوف اوميجا يبقى هو ايه الانفرس فوريير ترانسفورم كل الفرق ما بينه وما بين الثاني ان هو بس كل الحكايه ايه ان هو بقى تكامل مكان السمشن فده مثلا الاكزامبل اللي احنا كنا لسه شايفينه قبل شويه اللي هو بتاع الويندو فالويندو دي اللي هي الويندو دي اللي هي المفروض يو ان هنا في يساوي اللي هي المفروض يو ان ماينس يو ان ماينس ام يعني هي بس ام امبلسز جنب بعض يبقى معنى كده ايه دي كده ام امبلسز جنب بعض من كام لكام من 0 لحد ام ماينس 1 صح يبقى معنى كده ان الان دي ملهاش لازمه تبقى من ماينس انفينيتي لانفينيتي ممكن اكتبها عادي من ان ب 0 لحد ام ماينس 1 ودي تشال تبقى حط وحايد ودي اي اس ماينس جي اوميجا دي تاني جيومتريك سيريز وايه اعرف اكتبها بدلاله الدريشلت فانكشن لاي اس ماينس جي اوميجا فهي شبه قوي الايه القديمه اللي احنا خدناها بس كل الحكايه كان بدل بقى كان زمان كانت كي اوميجا نود دلوقتي بس بقت ايه بقت اوميجا نفس الكلام في الدلتا الدلتا برضو سهله لان الدلتا مش موجوده غير عند مين عند قيمه واحده بس الدلتا ان ماينس 1 دي لان الدلتا موجوده عند مين عند ام عند ان بام بس يبقى معنى كده هتبقى هي بس هشيل الان دي واحطها بام طيب لو كانت مجموع الدلتات هستخدم اللينياريتي هطلع الالفات بره وكل دلتايه تقوم تشيل لك الاي اس ماينس جي اوميجا تبقى ان ايه اهميه الحته دي ده اللي هو ايه ده تعريف الاف اي ار فلتر اللي هو الفاينايت امبلس ريسبونس ما بيبقى مجموع الدلتات صح فهو اللي احنا بنستفدناه من دي انا لما يبقى عندي مجموعة دلتات كده دي مثلا A ودي B ودي C خلاص باخد كل واحدة بعوض بيها بي اس جي اوميجا فيبقى معنى كده لو دي الاكس اوف ان والباقي صفار دي مش بريودك بقى مش زي زمان ده كده صفار الاكس اوف اوميجا بتاعتك وبقى دلوقتي هتبقى كونتينيوس عشان كده بستخدم القوس اللي هو الراوند ده البريس يعني اللي اسمه
بارنسيز خلاص، ويبقى بيساوي ايه؟ هقوم اعوض دي بكام؟ دي اللي هي دلتا وفي انت، فدي تطلع لي من غير اي حاجه اي اس جي 0 اللي يطلع لي ايه؟ زائد دي دلتا وفي ان ماينس 1، فيبقى دي هتبقى بي مضروبه في اي اس ماينس جي اوميجا، اوميجا بس صح؟ اه اوميجا في ال، والال هنا بواحد. طب ودي ان ماينس 2 زائد سي اي اس ماينس جي 2. فتلاقي انه في الاف اي ار فلتر كل اللي بيحصل ان انا ايه الدلتات اللي انا باخدها بتتقلب لي في الاخر بتبقى ايه؟ ويتد سميشن اوف كومبلكس ساينسود بس في الفريكوانس دومين، وكفايه عليكم كده.